هل الزمالك محتاج اشرف بن شرقي؟ الزمالك محتاج اي حد معدي قدام البلاتو كده يعني. انت عارف يعني اي حد معدي من قدام البلاتو الزمالك ما عندوش فرقه. يعني خلينا اقول كنت معاك هنا لما كان اساري موجود وقلت لك افضل قرار حصل لمجلس الاداره في الوقت ده انه ما لعبش ماتش السوبر. يعني احنا لو رحنا نلعب ماتش السوبر مع اسوريو ما كانش في صفقات سته. فاسوريو مشي ولكن فضل كواليتي الفرقه بيقل. خليني انا مش عايز اقارن بين سكواد الاهلي وسكواد بيراميدز وسكواد الزمالك، بس هل الزمالك عنده واحد من احسن ثلاث حراس في مصر؟ ما عندوش. عنده احسن باك ليفت في مصر؟ مش موجود دلوقتي. احسن سيرد باك في مصر؟ لا. احسن سته في مصر؟ لا. الزمالك لا يملك حاليا في سكواده على بعضه غير مجموع حوالي خمس لعيبه بيعتمد عليهم. فاي حد معدي عشان يوصل للسكواد الموجود، جوميز طلع في حوار من فتره كده تقريبا 3 4 شهور قال جمله، قال انا محتاج 8 لعيبه. ده رقم كبير يعني 8 لعيبه لما انت تيجي تحسبها معناه ان هو الراجل مش مقتنع 8 دول هيجوا يلعبوا، اكيد مش محتاج 8 دول بدل. محتاج 8 يجي يلعبوا، ان هو الراجل مش مقتنع ان غير عنده ثلاث مراكز في الملعب صح. تبقى موجوده صح. الزمالك حتى مصطفى شلبي ما عندوش بديل في لونج، الحلول اللي في الملعب ما فيش.